أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: مسافر حضرته صلاة الجمعة في أحد المدن فطلب منه أن يصلي بهم الجمعة، فهل يجوز له ذلك؟ صحيح أنه لا بأس أن المسافر يؤم في صلاة الجمعة، صحيح أنه لا بأس بذلك، وإن كان هناك من يرى من الفقهاء أن المسافر لا يخطب. نعم.